وبالأمس عاش الكويتيون فرحة عارمة وجوا خاصا جدا، لا سيما بعد افتتاح استاد الشيخ جابر أحمد الدولي في مهرجان وطني. أجمع الكثيرون على أنه فاق التوقعات بعد أن تحول الحلم الذي كان ينتظره أبناء الشعب الكويتي إلى تحفة معمارية متميزة، لتواكب بذلك الرغبة السامية بأن تظل الكويت درة الخليج. تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، افتتح مساء أمس أستاذ جابر الأحمد الدولي، حيث أقيمت مراسم حفل الافتتاح الذي شمل على العديد من الفقرات. على بركة الله وبعونه وبتوفيق منه نعلن افتتاح هذا الصرح الرياضي الكبير، أستاذ جابر الأحمد الدولي. حضور غفير ملأ مقاعد الجماهير التي أعربت عن سعادتها بافتتاح الاستاد. وايد حلو ان وايد ناس موجودين، ما لقيت ان لهالدرجة بيكون متروس. الافتتاح روعة، وبعدنا ما شفنا شيء لما الحين، احنا تونا في بداية الحدث التاريخي اللي احنا جايين. يعني انا ما كنت متشجع اني اي خايفة من الزحمة، لكن لان حدث ما يتكرر لمره في العمر فحبيت اي اشارك. والله كل شيء زين الحمد لله، والجو حلو مع والاجواء حلوه. شخصيات اعلاميه ورياضيه وفنانون حضروا وتمنوا ان يكون الافتتاح بدايه لانطلاقه رياضيه مميزه. انا فخور جدا بهذا الجمع الطيب وهالعوائل وهاللمسات الجميله الحلوه من هالاطفال الحلوين. انا صراحه هذا الشيء وايد شد انتباهي لما نشوف أطفال صغار شايلين علم الكويت، أهلهم أكيد هناك في باكراوند، هناك في حوار كان سابق قبل أن يأتوا إلى الملعب، في حوار سابق بالسيارة وهم بالطريق. لما يجي الأبو يوزع الإعلام يقول حق عياله شيلوا العلم هذا، أنا أعتقد أن قمة التربية الوطنية الصحيحة والجميلة. اليوم إحنا مستمتعين الصراحة في هذا الاحتفالية المميزة اللي تجمع نجوم العالم مع نجوم المنتخب الكويتي. ما في شك افتتاح هذه المنشأة ان شاء الله انها تكون نقطة تحول للرياضة الكويتية. اعتقد الشباب الكويتي خاصة الرياضي منه فرح بشكل كبير اكيد لما يشوف مثل هالمنشأة، لانه يروحون يسافرون يطالعون مثل هذه. احنا منشأتنا هذه ضايفة منشآت كثيرة ومشهورة على مستوى العالم. الشكر الاكبر هو الجمهور الرياضي، وهذه فرحة انست الكل التعب. احنا من زمان نحتاج هذه الفرحة. اعتقد اليوم يعني اللي حصل يجب يكون هو الطبيعي وليس الاستثناء. ألعاب نارية زينت سماء الاستاد الذي طال انتظاره، والعديد من الفعاليات رافقت الافتتاح، وكذلك المباراة المميزة التي جمعت نجوم الكويت بنجوم العالم، والتي انتهت بأربعة أهداف لنجوم الكويت مقابل هدفين لنجوم العالم. يوسف ناصر، الكويت تامر ويوسف يطامر، هدف ليوسف ناصر. برباعية لنجوم الكويت تنتهي الأمسية الكروية لافتتاح استاد جابر الدولي، ويغادر اللاعبون الملعب ويفتتح استاذ جابر بشكل رسمي. يحيى دشتي لتلفزيون الكويت.